كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان بنبارك من جديد طبعا في البدايه مهندس فرج عامل طبعا رئيس مجلس اداره نادي سموحه الكابتن طارق الزفتاوي الكابتن خالد الفيومي مقدم احمد عجلان كل النجوم بصراحه مش عايزين ننسى حتى طبعا كابتن محمد مدين طبعا كل النجوم عايز اروح طبعا مقدم احمد عجلان ببارك لك اداء رائع زي ما قلت لكم البدايه كان عندكم اصرار كبير جدا ان انتم تحققوا مركز في المراكز المتقدمه لكن مركز ثالث لنادي سموحه على ما اعتقد حاجه رائعه جدا احمد بيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله من اول يوم انا قلت لحضرتك في اول لقاء لينا ان احنا ان شاء الله هدفنا المربع والفاينل ميداليه البرونزيه الحمد لله نتيجه جميله لينا وللرجاله بنهديها للبشمهندس فرج عامل لاعضاء مجلس اداره النادي لاعضاء نادي سموحه ليكم الحق النهارده تفرحوا وتفتخروا بفرقه طايره ثالث افريقيا كابتن خالد فيومي كابتن الفريق ببارك لك النهارده على الفوز وعلى البطوله بطوله مميزه ورائعه جدا حابب تقولي النهارده لكل زمايلك بقياده من الكابتن طارق الزفتاوي طبعا المدير الفني لكل النجوم النهارده الحمد لله احنا الموسم ده تعبنا فيه جامد وكانت البدايات كلها متعبه وفيها عقوبات كتير واجهتنا مجلس الاداره واقف جنبنا المقدم احمد عجلان رئيس مجلس الاداره مهندس فرج عامل واقف جنبنا كابتن طارق الزفتاوي كابتن محمد مديان كل الناس اللعيبه كلها كانت رجاله من اول البطوله الاخيره مصرين على المكسب مصرين ان احنا نعمل حاجه عشان نثبت ان احنا فرقه موجوده والحمد لله اثبتنا وعندنا الاكثر من كده الحمد لله كابتن طارق يمكن مجهود كبير بدايه من القياده الفنيه الرائعه المميزه واصرار رجاله نادي سموحه حابب تقولي لكل اللعيبه الرجاله على الفوز وعلى الاداء المميز ده كابتن طارق الحمد لله طبعا على المكسب واداء النهارده بصراحه انا مش عارف اشكرهم عليه ازاي بس انا حابب في البدايه اشكر طبعا مجلس الاداره على رسوم باشمهندس فرج عامر والمقدم احمد عجلان اللي بايت معانا من اول البطوله الاخيره استاذ اسامه نعمان جميع الاستاذ وليد عرفات كل مجلس عشان ما انساش اسماء وجميع اعضاء النشاط الرياضي وكل النادي وبالاخص بقى هبتدي اشكر الجهاز اللي اشتغل معايا من اول السنه وتعب سواء الكابتن باسم كابتن رجب كابتن دكتور محمود كابتن مديان كابتن مصطفى القاضي كابتن عمرو راشد كل الناس كلها اللي تعبت في الجهاز عشان بس ما انساش اسماء وفي الاخر بشكر النجوم نجوم نادي سموحه اللي فعلا شرفوا النادي النهارده واثبتوا ان هم رجاله وجادرين باللي احنا وصلنا له وفي الاخر بشكر قناه النادي الاهلي على اهتمامها من اول يوم لينا في البطوله ويمكن كل يوم معانا وكل يوم متابعينا بشكرهم على التغطيه الهائله ديت وبشكر النادي الاهلي على التنظيم الرائع ده شكرا مبروك الفوز والاداء المميز والرائع كالعاده بالنسبه لكم لكن قول لي الكابتن طارق اتكلم معاكم ازاي المقدم احمد عجلان انتوا كمان خدتوا واحد على نفسكم ازاي قبل المباراه دي يا كابتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا على المكسب النهارده مباراه صعبه جدا فريق محترم بنلعبه وفريق ما يعتبر بطل ليبيا واحنا الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله ما حدش قصر والحمد لله على المكسب والف مبروك وان شاء الله يبقى كده الثلاثه مع بعض ان شاء الله محمد مديان طبعا ببارك لك في البدايه وبنبارك طبعا لكل نجوم نادي سموحه قول لي البطوله بتمثل لكم ايه وشايف الاداء المميز فرقه قويه جدا فرق السواحلي النهارده مباراه رائعه لكن قول لي النهارده الفوز بيمثل لكم ايه احنا طبعا النهارده فزنا على منتخب ليبيا مش فرقه السواحلي فيها اربعه منتخب ليبيا اساسي واحنا حافظينهم وعارفينهم فيهم اثنين محترفين لعيب من تونس كان في منتخب تونس الاوبوزيت وفي لعيب كابتن منتخب الدومينيك احنا في فرقه قويه زي نادي الاهلي نادي الاهلي فرقه قويه منتخب مصر فاحنا بنلعب منتخبات دلوقتي مش بنلعب المربع افريقيا ده منتخبات منتخب ليبيا ومنتخب مصر دي الحقيقه والجيش برضو يعتبر منتخب مصر فالمربع كله منتخبات انا بشكر المهندس محمد فرج عامر لسبب تاني احنا يا باشمهندس من اول السنه انت مدعمنا واحنا قلنا لك في اول السنه هنعمل حاجه واحنا عملنا دلوقتي وبنهدي لك الفوز بالمركز الثالث بنهدي لك والمجلس الاداره كله بنشكر المقدم عجلان لانه مرافقنا من اول يوم لاخر يوم الاستاذ وليد عرفات جه وقعد معانا وبأذرنا وبيتصل بينا الاستاذ اسامه نعمان كل المجلس الاداره متابعنا مدير النشاط عشان ما انساش مدير كابتن عاصم رغم الظروف ومتابعنا انا بقول لك النادي الناس جت من ورانا من اسكندريه وعلم النادي طلع النهارده احنا كنا شايلينه في الفندق ما طلعناش غير النهارده عشان عارفين هنتوج باذن الله والحمد لله احنا جبنا التتويج اللي الناس ما كانتش متوقعاه حصان اسود البطوله ديت والبطوله الجايه باذن الله على مركز اول باذن الله الله يخليك تقولي على الفوز المميز ده النهارده والاداء وعايز اتكلم قبل المباراه الكابتن طارق كان بيتكلم معاكم ازاي وانتوا ازاي كنتوا قادرين ان انتوا تحطوا نفسكم في المود المميز ده كابتن الحمد لله يعني كابتن طارق عمل مجهود طويل طول الموسم عمل مجهود كبير ربنا كلل لنا النجاح الحمد لله موسم صعب قدرنا نحقق حاجه علشان اللعيبه الرجاله دولت اللعيبه على مستوى عالي نستحق ان احنا نكون افضل من كده كمان الحمد لله الحمد لله البطوله كبيره وبطوله عظيمه عشان النادي الاهلي هو اللي منظمها الحمد لله وكنا نتمنى الحمد لله ان احنا نكون جزء من النهائي مع النادي الاهلي بس الحمد لله ان احنا وصلنا للنقطه دي الحمد لله الله يبارك فيك يا كابتن ثلاث فرق مصريه الاهلي ده مش غريب طبعا عن الكره الطايره المصريه ببارك لكم النهارده على الفوز بالمركز الثالث انجاز يحسب لنادي سموحه ويحسب لنادي لعيبه نادي سموحه اكيد طبعا الله يبارك فيك والحمد لله احنا تعبنا من اول السنه
وكنا مصرين ان احنا نعمل حاجه، ربنا ما وفقناش في الدوري، بس كنا مصرين ان احنا نعمل حاجه في افريقيا، والحمد لله ربنا وفقنا، وان شاء الله السنه الجايه هتبقى احسن بكتير من السنه. كل زمايلك تطالبهم عليه الفتره اللي جايه للاستمرار على الاداء المميز ده. احنا ان شاء الله شغالين، والسنه الجايه احسن من السنه دي ان شاء الله. قول لي حابب تقول في النهايه بعد الاداء المميز بالنسبه لكم؟ انا بشكر قناه النادي الاهلي على التغطيه المتميزه، دايما تغطيه متميزه لجميع البطولات. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله ياخد الفاينل ان شاء الله، حاجه متميزه جدا. كنا يعني النادي الاهلي طبعا هو ده الطبيعي بتاعه، هو ده الطبيعي بتاعه. بنشكر طبعا من جديد كل نجوم فريق نادي سموحه، بدايه طبعا من المهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه، المقدم احمد عجلان عضو مجلس الاداره، كابتن طارق الزفتاوي المدير الفني اللي كان ليه اداء كبير جدا مع كل نجوم فريق نادي سموحه. المربع الذهبي زي ما قلنا ثلاث فرق مصريه، الاهلي والجيش وسموحه. سموحه توج بالمركز الثالث. بنتمنى طبعا كالعاده النادي الاهلي عنده مواجهه هامه وقويه جدا، الاهلي وطلائع الجيش. في حزن كبير جدا يا كابتن هيثم مسيطر على الجهاز الفني واللاعبين طبعا بعد اصابه نجم النجوم الكابتن احمد داود، لكن الكابتن ميدو الكابتن تامر مجدي الكابتن محمود جمعه في محاضرات مستمره لوضع اللاعبين في التركيز الامثل ان شاء الله خلال مباراه اليوم. جمهور النادي الاهلي النهارده متواجد بكثافه كبيره جدا عن كل المباريات الماضيه، لبوا النداء فعلا بعد مناشده مجلس اداره النادي الاهلي من المهندس محمد الجرح رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وايضا كمان المهندس محمد الضماطي على دعمهم الكبير طبعا للجمهور ومطالبتهم بحضور جمهور النادي الاهلي باكبر عدد ممكن ان شاء الله في مباراه اليوم. وحتى هذه اللحظه يمكن شايف عدد كبير متواجد من جمهور النادي الاهلي. بنتمنى كل التوفيق يا كابتن هيثم ان شاء الله ليتوج النادي الاهلي بلقب البطوله، تكون من نصيب النادي الاهلي هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وان شاء الله تكون فرحه مميزه جدا للجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وتغطيه خاصه لي اليوم الاخير ونهائي فعاليات البطوله الافريقيه للكره الطائره الرجال، عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد. الف مليون مبروك نادي سموحه، الف مليون مبروك على مصر الثلاث مراكز الاولى افريقيا في الكرة الطائرة للرجال. حقيقة إنجاز كبير يحسب طبعا للكرة الطائرة المصرية ويحط المنتخب في حتة تانية. ألف مبروك كابتن طارق الزفتاوي المدير الفني وكل الجهاز وكل اللاعبين، ألف مبروك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة. الحقيقة منذ قدومه نادي سموحة والرياضة في نادي سموحة الحقيقة لازم نشيد